من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في أصبعنا الحداشر كنيسة بتقول لي اوعى تكون القرايات اللي بتسمعها في القداس دي وقت تريح تسرح تعمل أي حاجة. في سر الإنجيل أبونا بيقول جملة جميلة قوي، بنقول له كده أن أنت من قبل رسك القدسين علمتنا إيه، شرحت لنا إيه، ورتنا إيه سر مجد مسيحك، سر إنجيل مجد مسيحك. كل القرايات يستعلم فيها سر المسيح. بولس يقول لنا كده وأنتم تعلمون دراياتي بسر المسيح. القرايات ليها فكرة عام وخط لو عرفت أن القطر لأنه موضوع واحد، والموضوع ده بيتخدم بالبولس الكاثوليكون والإبراكسيس والمزمور والإنجيل. ولو عايزين نوسع أكتر كمان يبدأ بقى من العشية والأباكر. طب إيه التدريب بتاعنا الأسبوع دوت؟ تخليش القرايات يبقى كلام في ودانك ولكن حياة تتعاش. يقول واحد من أباء الكنيسة اللي انتقلوا يقول لنا أن في القداس معي نفس القرايات، طيب هعملها مرتين قبل القداس بالليل، هقعد أقراهم وأحاول كده أكتشف الخط اللي فيهم، إيه الموضوع اللي الكنيسة عايزة توصله لي في القداس ده. هي مش شوية قرايات نقولهم وخلاص، لا ده في خط كده روحي يوصلهم ببعض. يعني بس لما يسمعهم في القداس الروح القدس قادر أن يحول كل كلمة إلى إعلان شخصي. أما أنطونيوس أرى الإنجيل كتير وسمع إن أردت أن تكون كمالا اذهب وبيع كل مالك وتعال اتبعني، بس لما سمعها في القداس خد عنها إعلان إلهي. عايز يقول لي كده القداس بكرة الأسبوع الجاي إيه الإعلان اللي ربنا ادهولك عشان تعيش بيه. كل مرة بنيجي كلمنا مرة القديس أغسطينوس يقول لنا كده إن القداس الإلهي ده أو سماع الإنجيل بصفة عامة، إحنا نسمع إيه؟ نستمع إلى ترنيمة يسوع المسيح في أذاننا. طب نعمل إيه؟ نخلي ودانكم تلقط التون بتاع الترنيمة دي وتعيشوا بيه، مش على إنها كلام حلو، كلام يتعاش. تدريبنا الأسبوع ده نقرأ بالليل قبل ما نروح القداس كل قراءات، نحاول نكتشف الخط العام الموضوع اللي الكنيسة عايزة توصله لنا. وفي القداس بصلي من كل قلبي ويا رب أعلن لي عن سر إنجيل مجد مسيحك، زي ما الكنيسة بتصلي في بداية صلاة سر الكاثوليكون اللي أبونا بيصلي سر. استمتعوا بكل كلمة، اطلبوا من روح الله القدوس يستعلن في قلوبنا كل كلمة لتجديد حياتنا المستمر. له المجد الدائم في كنيسته الآن وإلى الأبد آمين.